في سياق متصل، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي فرج والتابعة لكتيبة زيرالدا من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإجهاض. التحريات المنجزة من طرف عناصر الفرقة مكنت من توقيف 4 متورطين بينهم امرأتان، كما تبين خلال التحقيق أن هذه العمليات أي عمليات الإجهاض تتم خلال داخل إحدى المستودعات بلدية بوزريعة، كما تستخدم فيها أدوية يتم استخدامها من إحدى الدول الأجنبية. بالنسبة للمتورطين في القضية أفراد الشبكة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بمجرد استكمال إجراءات التحقيق. الملازم الأول أونيس سعاد، رئيس خلية الإيصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.